أسرع طريقة لخبز الشوفان، كتير هو رائع. بنجيب الشوفان، ممكن نطحنه بالبيت، ممكن نجيبه دقيق جاهز. 2 كوب من الشوفان 200 جرام، 1 كوب من الماء، معلقة كبيرة خميرة 10 جرام، نص معلقة ملح أو حسب الرغبة. هيك بنحرك المكونات مع بعض، بندير الماء آخر شيء، وهيك بنتركهم يرتاحوا 15 دقيقة أقل شيء حتى يتشرب السوائل. وهيك بعد 15 دقيقة نوضع دقيق الشوفان وبنفردها، بنشكلها الحجم اللي احنا بنحبه والشكل اللي بدكم اياه. وممكن نخبزها باي طريقه، في المقله مباشر، ممكن بالفرن، حسب ما بدكم. المهم الحراره تكون عاليه. كثير هو رائع. في عندك اكثر من 500 وصفه صحيه. اذا انتم مهتمين بالغذاء الصحي اشتركوا حتى يوصلكم كل جديد. في امان الله، انتظرونا بوصفه جديده. اتمنى الاشتراك بالقناه، اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.